بشكل بسيط نقدر نقول ان احنا بنتناول الاكل بيحتوي على كمية عالية من الالياف. طب الالياف ديت موجودة فين؟ موجودة في الخضروات داكنة اللون. طب الخضروات داكنة اللون دي موجودة فين يا دكتور احمد؟ موجودة في الخس، موجودة في الجرجير، موجودة في الكرفس، موجودة في البروكلي، موجودة في الشبت، موجودة في البقدونس، موجودة في الرجلة، موجودة كل الخضروات داكنة اللون نقدر ان احنا نستخدمها لان احنا نتناول كمية عالية من الالياف علشان نحل مشكلة الامساك. طبعا الخضروات داكنة اللون، ونتكلم عن الخضروات نتكلم عن الفواكه، ونتكلم بشكل خاص عن الحاجات اللي فيها فيتامين سي مثلا زي البرتقال واليوسفي. يبقى كده قلنا الفواكه واللون، بنتكلم عن الفواكه والخضروات بشكل عام يا جماعة، لكن بنتكلم بشكل خاص مثلا في حالة الامساك ممكن نركز في البرتقال واليوسفي طبعا. وبنأكد طبعا ان احنا طبعا الناس اللي بتسمع الحلقات بتاعتنا اتكلمنا، عملنا حلقة من قبل نتكلم عن علاج مرض السكر فقط من النوع الثاني، مرض السكر من النوع الثاني بس فقط بالمية، وارجعوا للفيديو ده واتفرجوا عليه، الفيديو قيم جدا، وفي ناس كتيرة جدا معانا في العيادات حلت هذه المشكلة وحلينا هذه المشكلة معاها بشكل بسيط قوي من خلال فقط شرب المية. فبرضو نأكد هنا ما نتكلم في الامساك، نقص المية في الجسم بيسبب لنا الامساك، فعايز برضو الناس تركز في موضوع شرب المية. 70% من الجسم مية، 90% من الدم مية، اي حاجة بتحط فيها حياة، المية ديت هي الوسيلة اللي بتنقل جميع العناصر الغذائية لجميع خلايا الجسم. نقدر نلخص بشكل بسيط نقول ان احنا بنعرف معدل من المية اللي احنا محتاجينه يوميا، ان احنا بنقسم الوزن بتاعنا على 8، فانا لو وزني 80 اقسم 80 على 8 يطلع لنا 10 اكواب، يبقى ده يبقى انت مطلوب حد ادنى في اليوم تشرب 10 اكواب ميه يوميه. يبقى احنا كده قلنا علاج الامساك هناخد كميه الياف عاليه من الخضروات زي الخس، الجرجير، الكرفس، البروكلي، الشبت، البقدونس، الفجل، الرجله، كل هذه الاشياء، ونركز على الفواكه برضو فيها نسبه الياف عاليه مثلا زي اليوسفي والبرتقال والخوخ. اتكلمنا عن شرب كميه الميه، نشرب كميات ميه كبيره. بعد كده نخش بقى على شرب كوب من اللبن الرايب يوميا، شرب كوب من اللبن الرايب يوميا. هنا طبعا من افضل الحاجات اللي احنا ممكن ناخدها نتكلم عن العيران. العيران ده من ضمن الحاجات بيدي نتائج جميلة قوي. طبعا العيران ده ممكن ما يكونش موجود في مصر عندنا، لكن هو موجود هنا في تركيا، نقدر ان احنا نستخدمه. بالنسبة للناس الموجودة في تركيا تستخدم عيران، او الناس اللي موجودة في مصر تقدر تستخدم اللبن الرايب، بيدي نتائج اللبن الرايب بيدي نتائج جميلة قوي. بعد كده نشرب كوب، قلنا شرب كوب من اللبن الرايب. نخش الحمام في ميعاد ثابت، يعني حتى لو انت مش عارف ان انت تخش الحمام، حاول قدر الامكان تظبط مواعيد ثابته، ظبط مواعيد ثابته وخش الحمام في مواعيد ثابته، واقعد حتى اقعد على القعده، حتى لو انت مش هتعمل حمام اقعد لمده ربع ساعه كده، حتى لو مش هتعمل حمام وظبط مواعيد ثابته مثلا مره او مرتين او 3 مرات في اليوم على حسب المعدلات الطبيعيه اللي انت كنت متعود عليها. حاول تخش الحمام حتى لو انت مش عايز تخش، اخش بميعاد ثابت. يبقى قلنا دخول الحمام بميعاد ثابت يوميا من ربع ساعه لثلث ساعه يوميا، ده بيسموه behavioral therapy او العلاج السلوكي، ده علشان نعود الامعاء بتاعتنا ان هي تتعود على مواعيد ثابته معينه للاخراج، وبالتالي التسهيل من عمليه الاخراج بشكل سريع. يبقى احنا كده اتكلمنا في علاج، اتكلمنا عن 4 حاجات اساسيه، اتكلمنا عن الفاكهه والخضروات والالياف، اتكلمنا عن شرب كميات ميه كبيره، نشرب اللبن الرايب او العيران هنا في تركيا، وبنصح اي حد يجي تركيا يا جماعه طبعا لا اوصيكم بالعيران، اول حاجه فكروا تجربوها مع الاكل كده، حاجه صحيه وحاجه جميله قوي يعني هتعجبكم جدا ان شاء الله. يبقى دي كده خلونا نتكلم، اتكلمنا شرب كوب من الميه، شرب كوب من اللبن الرايب بيدي نتائج جميله قوي، او العيران بقى قلنا دخول الحمام بمواعيد ثابته من ضمن الحاجات اللي هتجيب نتائج برضو سريعه قوي وتحل لنا مشكله عمليه الاخراج. تاني حاجه بقى بالنسبه للدواء، يبقى احنا كده اتكلمنا عن النظام الغذائي ونمط الحياه الصحي اللي احنا المفروض نمشي عليه، النظام الغذائي ونمط الحياه الصحي المفروض ان احنا نمشي عليه بالنسبه لعلاج الامساك. طب نتكلم بالنسبه للادويه، في حاجه طبعا احنا كدكاتره التغذيه بيجي لنا ناس كتيرة جدا حالات تخسيس وكده، فبنديهم حاجه اسمها البران، برضو البران نقدر نستخدمه في حالات الامساك.
لان هو بيزود من حجم بيزود من حجم البراز، وبالتالي بيسهل من عملية الاخراج. فبرضه نقدر نقول البران تابلت، هحط لكم الصورة هنا بحيث ان انتوا تبقوا تشوفوها تعرفوا الدواء ده اسمه ايه او كده. البران ده بيسموه بيشتغل كبالكنج ايجنت، او ده بيزود حجم البراز وبالتالي بيسهل من عملية مروره، وطبعا ده بيفضل استعماله مع شرب كميات كبيرة جدا من المية. طبعا احنا مش هنتكلم بقى نفرد ونقول اهمية المية، ان يكفي قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى شرب كميات مية كبيرة مع اقراص البران، وده ناخد منه قرصين قبل الفطار مع كوب ماء كبير، قرصين قبل الفطار مع كوب ماء كبير، قرصين قبل الفطار مع كوب ماء كبير. وطبعا بالنسبة للبران عشان الناس بتاعت التخسيس، طبعا احنا بنكتبه في حالات التخسيس ليه؟ لانه هو بيدي شعور بالشبع في حالة الامساك المزمن. واذا رأى الطبيب ان الموضوع يستدعي ممكن نستخدم حاجة اسمها اللاكتيلوز شراب. اللاكتيلوز شراب برضه هسيب لكم الصورة بتاعته هنا علشان تشوفوها. ده كده يا جماعة بالنسبة اتكلمنا عن اللاكتيلوز شراب، واتكلمنا طبعا اللاكتيلوز ده ملين، ده طبعا بالنسبة للجرعات بتاعته ايه يا دكتور احمد؟ دلوقتي في حالة الامساك المزمن او كده ممكن نستخدم معانا بسيطة اللي هو اللاكتيلوز. بالنسبة للاطفال اقل من 6 سنوات بناخد من معلقة 3 معالق يومي، معالق صغيرة يومين اللي هي المعلقة الصغيرة دي اللي هي 5 مللي. بالنسبة للكبار مثلا من سنة فوق ال6 سنوات بناخد من معلقة 3 معالق كبيرة 3 مرات يوميا في اللاكتيلوز. وبالنسبة للكبار برضو بناخد نفس الجرعة من معلقة 3 معالق كبيرة يوميا من اللاكتيلوز شراب. اتكلمنا عن نمط الحياة الصحي والنظام الغذائي والنظام الدوائي، واتكلمنا عن التشخيص في البداية، وعرفنا معدلات التبرز الطبيعي. في النهاية يا جماعة لو حسيت ان انت خدت معلومات قيمة من هذا الفيديو بشكل بسيط قوي تضغط لايك، ولو انت عندك اي نقد بناء ممكن تكتبه تحت بحيث ان احنا نحاول قدر الامكان ان احنا نقيم ونعدل بشكل مستمر فنستفيد وتستفيد معانا. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطية دهشان، دمتم بصحة وعافية.